إذا أضعنا ورقة الطلبات ماذا نشتري؟ نشتري طعم غير صحي. ماذا سنفعل الآن؟ الآن سنشتري طعام غير صحي. السلام عليكم يا دكتور، مرحبا. اليوم إن شاء الله خالد سيحكي لنا عن هذه القصة. تفضل يا خالد، تكلم، قل لي ما هذه القصة؟ قصة تمارا مع بابا في السوق. أخبرني ماذا فعلت تمارا مع بابا في السوق؟ انظر. نعم، كتبت ماما أسماء الأغراض على ورقة. كتبت ماما أسماء الأغراض على ورقة. أقرأ هنا. وأعطتها لبابا. وأعطتها لبابا. أعلن كيف تعطيها؟ انظر. ما شاء الله. طيب ماذا كتبت هذه ماما هنا؟ تكتب أسماء الأغراض. ماذا كتبت؟ لبن، حليب، بيض، سبانة، تفاح، جبنة، بندورة، جزر، بطاطا. ما شاء الله، هذا بابا هنا وهذه ماما، وهنا من هذه؟ إنها تمارا. تمارا، لنرى ماذا فعلت تمارا. ماذا فعلت؟ وماذا فعل بابا هنا؟ ماذا حصل هنا؟ ذهبت تمارا مع بابا إلى السوق. ذهبت تمارا مع بابا إلى السوق. أريني كيف تذهب تمارا مع بابا إلى السوق. انظر، إنها بالسيارة. ما لونها السيارة؟ الوردية. ثم ماذا حصل عندما كانوا ذاهبان إلى السوق؟ لقد طارت الورقة الذي كانت مع تمارا. لقد طارت. اقرأ هنا. طارت الورقة من النافذة سيارتي. أحسنت. طارت الورقة من نافذة السيارة. ماذا حصل هنا؟ اقرأ لي. اشترت تمارا شوكولاتة. اشترت تمارا شوكولاتة. انظر، تمارا تشتري شوكولاتة. وبابا ماذا يشتري ايضا؟ بابا يشتري كعك. اقرأ هنا. اشترى بابا كعك. اشترى بابا كعكا. هذا بابا يشتري كعكا وهذه تمارا تشتري شوكولاتة. اذا اضعنا ورقة الطلبات ماذا نشتري؟ نشتري طعم غير صحي. وماذا حصل بعد؟ اشترت تمارا الحلوى. الحلويات. اشترت تمارا الحلويات. وماذا ايضا اشترت هنا؟ اقرأ هنا. اشترت بوظة. اشترت بوظة. وماذا ايضا هنا؟ ماذا اشترى بابا؟ اشترى بابا مجلة. احسنت. اشترى بابا مجلة. وماذا ايضا فعل هنا؟ لقد حمل الاشياء بالسلة. وماذا هنا حصل؟ عاد مسرورين الى البيت. عاد مسرورين الى البيت. ماذا فعلت ماما هنا؟ سألت ماما عن البيض. سألت ماما عن البيض. اللبن. اللبن. الحليب. الحليب. الجبنة. الجبنة. ماما تسأل عن البيض وعن الحليب وعن الجبنة، أين هم؟ إنهم سووا طعام غير صحي. نعم. التفاح، البطاطا، الجزر، البندورة، والسبانخ. ماما ذهبت. ذهبت تشتري الأشياء هي لوحدها. ذهبت ماما إلى السوق. ما رأيك يا خالد أن نذهب أنا وإياك لنتسوق اليوم؟ نعم. لنرى إذا أضعنا ورقة الطلبات ماذا سنفعل؟ أين ورقة الطلبات؟ بجيبي. ليست معي. ليست لديه. هل أضعناها؟ ماذا سنفعل الآن؟ الآن سنشتري طعام غير صحي.
ماذا تفعل يا خالد؟ ماذا تفعل؟ ماذا تشتري؟ شوكولاتة. لماذا؟ لأننا ضعنا وقت الطلبات. تشتري شوكولاتة؟ متى سنشتري هذا يا خالد؟ عندما نضيع ورقة الطلبات. عندما نضيع ورقة الطلبات؟ أه. ما بتصير يا بابا، لا هذا خاطئ. بابا عندما نضيع ورقة الطلبات يجب علينا أن نشتري طعام صحي. هل ما فعلت تمارا وأبيها هل هذا صحيح؟ لا. هل كانت ماما سعيدة؟ لا، غاضبة. غاضبة ثم ذهبت إلى السوق لوحدها لتشتري أشياءها، صحيح؟ نعم، إنها تريد هكذا طماطم وخس وخيار وبندورة. وبندورة. ما رأيك الآن نشتري طعام صحي؟ يا بقى خاطئ، تشتروا طعام غير صحي إذا ضعتم ورقة الطلبات. ماذا سنشتري إذا؟ سنشتري طعام صحي. أرني، هيا أرني طعام صحي، تعال. هيا تعال. نريد خضروات صحية. أين هو الطعام الصحي؟ نريد تفاح. تفاح، هل هذا طعام صحي؟ التفاح طعام صحي. وماذا أيضا؟ والخس؟ هذا خس. نعم، يلا احضرها. خس ما شاء الله. يا أصدقاء، هذا الخيار طعام صحي. ما شاء الله. ماذا نريد أيضا؟ وهذا التوت أيضا طعام صحي. يا خالد، هل عجبتك قصة تمارا مع بابا في السوق؟ نعم. ما شاء الله، ماذا تعلمت من هذه القصة؟ تمارا اشترت حلويات. حلويات، هل هذا صحيح أم خطأ؟ خطأ. هذا خطأ. ماذا يجب عليها أن تشتري، أو ماذا يجب علينا أن نشتري؟ طعام صحي. ما شاء الله، أحسنت أحسنت. يجب علينا أن نشتري طعام صحي، حتى ولو أضعنا ورقة الطلبات. ربما ماذا نفعل؟ نتصل في الماما، نذهب إلى البيت ونسأل الماما مرة ثانية، صحيح؟ سأختبر قليلا، هل الشوكولاتة طعام صحي أم طعام غير صحي؟ غير صحي. ماذا عن السكاكر؟ السكاكر غير صحية أيضا. ما شاء الله. طيب ماذا عن البندورة؟ البندورة صحية. ما شاء الله. ماذا عن السبانخ؟ السبانخ صحية. ما شاء الله. ماذا عن المثلجات؟ المثلجات ليست صحية. أها، أحسنت ما شاء الله. ولكن إذا أحببت أن تأكل مثلجات قليلا لا بأس. أليس كذلك يا أصدقاء؟ بلى. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله. يا خالد، أراك أنك استمتعت كثيرا في القصص، ما رأيك يا خالد أن نقص مزيدا من القصص على الأصدقاء لكي يستفيدوا؟ موافق. ما شاء الله. سنخصص يوم بإذن الله كل أسبوع نتكلم به عن قصة ونتعلم ماذا استفدنا من هذه القصة. حسنا؟ حسنا. والآن سنقول إلى اللقاء للأصدقاء. انظر هناك. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نلقاكم بقصة جديدة. مع السلامة.